بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء علي ذنب فأخاف
أخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق
والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين إذا لمن
أَقْدَمُونَ
إنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين فكبكبوا فيها هم والغاوون
أتأتون الذكران من العالمين
خلقكم والجبلة الأولى
وتقلبك في الساجدين.
وسيعلم الذين ظلموا